السلام عليكم، ازيكم؟ عامل ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله العشر دقايق وربع ساعه اللي قعدناهم في لجنه الشوي كانوا كويسين، الدرجات كانت مفرحه واللهم لك الحمد. الموضوع عدى على خير. انا عامله الفيديو ده بعنوان حاجه: بلاش نبقى ببجاحه سهيله. انا عارفه هي اسمها سهيله ايه، بس انا مش هقول هي اسمها سهيله ايه، ومش مصلحتي من الفيديو ان انا اعرفكم هي سهيله ايه او سهيله مين. انا مصلحتي من الفيديو اللي هو بلاش تبقوا زيها، او بلاش تبقوا بني ادمين كده بشكل عام. احنا كنا واقفين قدام اللجنه عادي، فهي بتقول لي تقريبا انا هدخل او حاجه. قلت لها طب ما هي كعكه، انت حته وانا حته، هيحصل حاجه يعني؟ انت حته وانا حته وخلاص. وبص لها باستغراب كده وتمام. لقيتها بتقول لي اللي جنبها، زميلتها اللي جنبها، قالت لي انت شمس صح؟ قلت لها اه تمام. وضحكت وعادي. فلقيتها بتقول لي ايه انت بتتكلمي كده ليه؟ ده انا هنفخك او كده. انا ما زعلتش من الكلمه خالص لان هي كلمه عشم فعادي. فبعد كده قلت لها خلاص هنبقى ندخل سوا. لقيتها ردت رد انا شخصيا بحاول استوعب لحد دلوقتي: لا انا مش هدخل معاكي. فنبرتي عليت، قمت قلت لها ليه؟ هو انت رقم كام يعني؟ فقامت قايله لي هي رقم 400 وحاجه يعني معايا، هي كانت في نفس اللجنه. فقالت لي انا رقم كذا. قلت لها ماشي. فزميلتها بتقولي هو مش برقم. قلت لها ما انا عارفه انه مش برقم، بس ها خليني اسمع. فبتقولي على فكره انت اسلوبك وحش. انا كل اللي قلته شكرا 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 مرتين ورا بعض وسكت. وكان الموضوع لحد هنا كتوتال هيعدي، وانا مش هعمل فوكس عليه، والموضوع انتهى خلاص. سي قابلت حد محبش طريقتي انا عادي. هي قالت لي اسلوبك وحش، قلت لها شكرا وانا سكت. هي سكتت، لا انا وقفت قدام الباب ومش هتحرك. يعني انا من عادتي في لجنه شفوي بدخل اول واحده، بحب كده محبش استنى. الله اكبر الله اعظم. طب بعد الأدب انا واقفه، وزي ما انا واقفه هي جت تلزق، يعني لزقت فيا على غضون انها بتزق. مش هقول هي ما زقتش، بس هو اللي هو واقفه ورايا، اللي هو انا مش هسيبك تقفي قدام الباب وخلاص، مع ان الباب يعني في يستحمل اتنين والله عادي. بس يعني ما علينا. انا سكتت برضو والله، ما وقفت على الحركه مع اني انا واخده بالي ان ده اسلوب مضايق وتمام. بعد كده كان السهيله ده بص لصاحبتها، وصاحبتها قالت لها السوق بس مالكيش دعوه بيها خلاص، وهمز ولمز وانا شايفه كل حاجه، وتقول لها مره النفس ومره مش عارف ايه. ودخلوا في حوار همز ولمز وضحك. انا مش قادره استوعب. انا حد وقت اقسم بالله انا كنت بشرب التمر وعماله اتخيل يا ربي، يعني يا لقباحة البشر، يا لقلة ذوق الكائن ده والكائن اللزج التاني ده والله العظيم. يعني انتوا بتعملوا ايه؟ طب في ايه يعني؟ فانا لما جيت اعمل فوكس بجد يعني من قلبي الشخصية دي يعني اقصى حاجة انا ممكن اقول عليها. انا بقى مش هعبر عن رأيي ولا الكلام ده، بس الحاجة الوحيدة ليه هو ليه القباحة؟ ليه القذارة دي؟ ليه الاسلوب؟ وليه ده؟ واستفدت ايه؟ وسبحان الله احنا لما دخلنا احنا عادي جاوبنا ايا كان اسلوب كل واحد فينا في طريقة المقاومة مع الدكتور. المهم ان احنا كنا فرحنا وخرجنا. وعلى فكرة احنا بندخل اربعة، يعني هي وزميلتها بس كانوا اتنين، ما كانش معاهم حد تاني. فكده كده انا دخلت، فوانا داخلة كمان تق اللي هي الحركة اللي هو في نوع من الاشمئزاز. ليه ايها الكائن يعني اللزج؟ مش فاهم، اقسم بالله ما فاهم. فما تقبوش زي سهيل، ما تقبوش قلالات ذوق زي سهيل. يا ريت نتربى من بيوتنا ونقدر تربيه اهالينا قبل ما نخرج من البيت زي سهيل، لان ما فيش كائن مضطر يستحمل ذاتك. انا سبحان الله سبحان الله من الهمني سبحان الهمني كانت من غيظ اسكتمت وسكت، لاني انا دماغي اقسم بالله يعني. ولحد وانا واقفه ولحد ما رجعت، ليه بني ادم ممكن تكون شفته اول مره يتصرف معاك كده او يعمل معاك كده؟ مش فاهم. على النقيض يا جماعه، احنا بنبقى في لجنه شفا ومش منظمين خالص، وبنقف كلنا قدام الباب وبنتكربس قدام الباب كربسه مش طبيعيه. يعني يا ريتنا بنبقى واقفين طابور، عشان اللي هيخرج هيقول مثلا هو اتسال في ايه، فنبقى عندنا خلفيه فنعرف نظام الدكتور. انا مش ضد ده، فانا المفروض خارجه برضك عادي. فانا خارجه قدامي كوشه بنات الواحد مش قادر يتحرك من خلالها، والجنب ده اللي هو الجنب ده كله كده توتال فوق، يعني بسم الله ما شاء الله فظيع. جيت الجنب ده تقدر تعدي منه وتمشي، ففي ولد داخل وانا المفروض هعدي من هنا. فانا قلت له بكل يعني او نبرتي اللي هو طب انا هعدي ازاي وانت داخل، نفس النبره اللي هو طب انا هعدي ازاي وانت داخل، مش بزعق بجد، مش بزعق بجد، دي نبره عادي. ولما بتعلى بتبقى كده،
هو بكل ذوق وبكل احترام، والله ما شفته، انا كنت بصف في الارض وانا بتكلم وحرفيا ما ركزتش، عمل لي كده، انا ما شفتش غير حركه ايه هو بيعمل كده بكل ذوق، اللي هو اتفضلي، ما شفت الذوق في كده حرفيا، يعني ما شو يعني ما شفت الذوق زي كده، يعني هو محترم، هو محترم، انا والله ما شفته، بس هو محترم، حركه ظريفه يعني، حركه كويسه، كتر خيرك. فانا جاي اعدي كومنت من بني ادم، وانتي انتي ايه اللي جاي منعدي من هنا، او طب ما تعدي من اللمه التانية. هو الكومنت كان حاجه شبه كده، ما هو عشان حضرتك ما فيش مكان في اللمه التانية، اما المكان ده طريقي كده. انا رجعت له اقسم بالله، ما اعرفش انا رجعت له، حاسه ان هو غلط، بس هو سبحان الله جالي في وقت، انا اصلا كنت منفوخه من الموقف اللي حصل قبل اللجنه، في موقف قبل اللجنه وموقف بعد اللجنه، اللي هو سبحان الله. فرجعت له تاني قلت له عشان انا طريقي كده، عشان انا طريقي كده، فعديت من هنا. هو عمل لي كده وبسمه غيظ، يعني حرفيا بجد والله، لا بجد، وانا اصلا كنت في قمه غضبي، يعني انا اصلا قلت عشان انا طريقي من هنا، وعليت يعني نبرتي كانت عاليه مش هنكر. ف كان ايه لازمة الكومنت يعني يا جماعة؟ طب انا مش فاهمة، يعني انا مش فاهمة، واحنا ليه ما بنحطش، ما بناخدش بالنا من ده، بيخرج ايه وبيعمل ايه؟ ليه محسين الموضوع سهل؟ مش بيبقى سهل، وبيسيب اثر قذر. والدليل ان انا لسه لحد دلوقتي الساعة دلوقتي بقت 8 الا 10، اقسم بالله ما فتحت تمريض، وهو عليا اصلا بعد بكرة ما فتحتوش، انا ذاكرته قبل كده بس ما فتحتوش المراجعة. ليه ليه تبقى سبب انك تركد على حد، او ادخال نوع من اللي هو انا لحد دلوقتي بحاول استوعب ما هذا وما ذاك. والله العظيم الغرض من الفيديو ده حاجه واحده، يا ريت نصول لسنا، يا ريت نصول لسنا ونقبل زي الكائنات دي، ويا ريت ناخد تربيه اهالينا واحنا خارجين من بيوتنا، ما تسيبوهاش وتسيبوها كمان، يا ريت ما تبقوش زيي، تاخدوا كل حاجة بقى على صدركم وتقعدوا كده تفكروا فيها وتتضايقوا وتحرقوا دمكم، مع على غضون ان الطرف التاني ممكن يكون عادي، يعني خليكم عندكم لا مبالاة امام الصغائر. اتمنى ان ربنا يرزقكم بيها كلكم، بالرغم ان هي نعمة مش عندي، بس اتمنى ان ما يكونش حد بياخد كل حاجة على اعصابه كده، لدرجة ان كائنات شبه دي تحرق في دمه كده كل شوية.